ثلاثة أخبارنا طبعا كالعادة من عند نادينا الزمالك، وفريقنا النهاردة واصل استعداداته لمباراة حرس الحدود، وخاض مرانه الجماعي النهاردة على ملعب النادي، ملعب عبد اللطيف ابو رجيله. والجهاز الفني للفريق كان حريص جدا ان هو يغير ميعاد التدريب للساعه 3 العصر، وده طبعا عشان يدي مساحه للعيبه علشان يشوف مباراه نهائي كاس العالم بين الارجنتين وبين فرنسا.